الشموع اليابانية. في الجزء الرابع من التحليل الفني ذكرت أنواع الشارات الأكثر استخداما، ولم نتطرق لشارات الشموع بشكل أوسع ولما لهذا النوع من الشارات أهمية كبيرة جدا، فسوف نتناوله هنا بشكل أوسع وبجميع أشكاله ولكن على مراحل. دائما عندما نسمع أن شخصا يقول أنا أفهم السهم من خلال الشارات بنظرة واحدة، فتأكد بأنه يعني هذا النوع من الشارات وليس غيره. الموضوع طويل وسوف أحاول تقليصه على عدة مراحل. طبعا من المعروف أن التحليل الفني يعتمد على الشارات وحركة السهم السابقة للتنبؤ بالحركة المستقبلية للسهم، وحركة السهم تعتمد على أمور ومن أهمها نفسية المضاربين نفسهم وحالتهم النفسية في اللحظة التي يتداولون الأسهم فيها ليوم أو أسبوع أو ممكن شهر، وكذلك توقعاتهم للسهم. الشموع اليابانية هي نوع من التحليل الفني يعتمد على رسم علاقة بين التغير في سعر السهم والتغير في الزمن. الخط الرأسي يمثل التغير في السعر والأفقي يمثل التغير في الزمن. ينتج عن هذا المنحنى ظهور أعمدة تشبه الشموع، ولذلك تسمى الشموع اليابانية لأن أول من استخدم التحليل الفني هم اليابانيون في مضاربات الأرز، وتمتاز هذه الطريقة في رسم المنحنيات أنه يمكن من الرسم معرفة معلومات كثيرة جدا. كما سنعرف بعد ذلك كل شمعة تمثل مدة من الزمن، قد تكون 10 دقائق أو 15 دقيقة أو يوم كامل حسب اختيار المدة الزمنية للمنحنى. تتكون كل شمعة من 3 أجزاء مهمة كما يظهر في الرسم التالي. أولا الجسم الحقيقي للشمعة، ويتكون من خطين علوي وسفلي، أحدهم يمثل الافتتاح والآخر يمثل الإغلاق. المقصود بالافتتاح هو السعر الافتتاحي للسهم في بداية هذه الفترة الزمنية التي تمثل هذه الشمعة، وكذلك الإغلاق يمثل سعر الإغلاق للسهم في آخر هذه الفترة التي تمثل هذه الشمعة. إذا كان سعر الافتتاح لهذه الشمعة أقل من سعر الإغلاق، يعني بدأ السعر قليل ثم بدأ في الزيادة وأقفل ثم بدأ في الزيادة وأقفل على الزيادة، يكون لون جسم الشمعة أبيض. والعكس إذا كان الإغلاق أقل من الافتتاح لهذه الشمعة يكون لونها أسود. في بعض المنحنيات المرسومة في المواقع يكون لون الشمعة الأبيض أخضر ولون الشمعة الأسود أحمر. لاحظ أننا نتكلم عن الافتتاح والإغلاق لكل شمعة وليس للسهم نفسه. إلا إذا كانت الشمعة تمثل يوم كامل للتداول، فإن الافتتاح والإغلاق يمثل بداية التعامل ونهاية التعامل في هذا اليوم. ثانيا الجزء الثاني وهو الظلال شادو، وتنقسم إلى خط علوي يمثل أعلى سعر وصل له السهم في خلال هذه الفترة، وتطلق عليه أوبر شادو أو الرأس التجاوز لأننا سوف نحتاجه كثيرا بعد ذلك. ولذلك نختصر الاسم إلى رأس الشمعة والخط السفلي، ويمثل أقل سعر وصل له في هذه الفترة، وتطلق عليه الرجل من الأرجل. الرجل من الأرجل تجاوز بعد رسم هذه الشموع. تظهر لنا عدة أشكال للشموع، وكل شكل له مواصفات معينة ويدل على تداول معين للسهم، وهذه الأشكال يمثلها الصورة التالية. والشكل الثاني هو الموضح أيضا في الرابط بداية الموضوع، هذا وهو مشروح وبهذا الشكل، وهو موضح في الصورة أيضا نفسها. طبعا أنت راح تقول للوهلة الأولى لماذا أستخدم هذا النوع من الشارات؟ جميع الشارات توضح الافتتاح والإقفال وأعلى سعر وأقل سعر. بعد إكمال هذا الموضوع إن شاء الله سوف تجد أن هذا النوع من الشارات يغني عن أشياء كثيرة في التحليل الفني، حيث أنه يعطيك
البيانات ومعلومات سعر وحركة السهم اللازمة للتحليل بأسرع وقت وفي الوقت المناسب بالضبط، علما بأن هذا النوع من الشارات من أقدمها ومنذ عام 1700 ميلادية، وكان يستخدمه اليابانيين في تجارة الرز، وأسعاره يقال أنه نفذ به عمليات ناجحة كبيرة ومتتالية بدون أي فشل يذكر، وتم تطويره إلى أن وصل إلى هذا الشكل الجذاب والجميل. أيضا الآن حقيقة حتى شكل الشارات جذاب أكثر من الشارات العادية، وفيه معلومات كثيرة للقراءة، وشارات غنية بالبيانات فعلا، وقد أدخلوا عليها الألوان أيضا قريب. وللأسف لا أستطيع إرفاق أكثر من صورتين في هذا الموضوع الواحد، ولكن سوف أضع كل نوع من أشكال الشموع في موضوع مستقل، وأنواعها كثيرة مثل الهامر والهانينج مان والإنجولفين بيرن والبيرش إنجولفينج لاين والدارك كلاود كفر والبيرسينج بيرن والنجوم الستارز أيضا، المورنينج ستارز، ايفنينج ستارز، دوجي ستارز، ايفنينج دوجي ستارز، مورنينج دوجي ستارز، وأيضا شوتينج ستارز، انفيرتد هامر. هذا أنواع وأنماط شارات الشموع توضح لك بشكل أساسي حركة السهم في كل الظروف والحالات، وسوف نعود لكل واحد منها باختصار مع الرسم التوضيحي له إن شاء الله. الهامر وهو النوع الأول أو الشكل الأول، وتستطيع أن تطلق على شكل الشمع بالهامر إذا كان الشكل الممتلئ أو المفرغ لا يقل عن ثلث طول الشمع ككل، وعندما يحدث ذلك للشمعة فإن السهم سوف يرتفع أو بولش، ويجب الأخذ في الاعتبار خطوط الدعم والمقاومة للسهم. للشموع حالات معينة وأوضاع توضح، إذا كان السهم بولش شراء أو بيرش بيع، وفي الصورة التالية 6 أنماط للبولش شراء مرقمة بالأخضر و7 أنماط للبيرش بيع مرقمة بالأحمر. البولش البيع، ويحدث هذا النوع عندما يكون سعر الإقفال أكثر من سعر الافتتاح بولش، ويحدث هذا ثاني يعني أولا و... أولا ويحدث واحد واحد ويحدث هذا الشكل عندما يكون سعر الإقفال أكثر من سعر الافتتاح بولش. 2 ويحدث هذا عندما يكون هناك شمعة صغيرة بيرش قبلها، وتأتي هذه الشمعة الخضراء بهذا الشكل، مما يعني أن هناك بولش قوي في هذا السهم، ويأتي هذا الشكل كثيرا في السهم إلى اللي له فترة في حالة داون ترند. 3 هذا الشكل يسمى المورنينج ستار، ويعني أن السهم له 3 أيام في حالة داون. الشمعة الأولى تعني إقفال منخفض، والثانية إقفال مرتفع عن الإقفال السابق، والثالثة تنين، والثالثة تبين أن الإقفال للسهم بارتفاع وبحجم جيد للشمعة مقاربة للشمعة الأولى، وهذا يعني أن البائعين قد توقفوا وسوف يبدأ المشترون هنا. 4 هذا الشكل عبارة عن فترتين، الشمعة الأولى توضح إقفال بانخفاض، والثانية توضح افتتاح بسعر أقل، ولكن الإقفال كان مرتفع أكثر نصف الشمعة الأولى، وهذا هو المهم فيها، وأن تكون الشمعتين متقاربة في الحجم. 5 الهمر والهمر المقلوب، وهذا الشكل عندما يحدث يكون بولش، خاصة عندما يحدث هذا الشكل بعد مشوار للسهم من حال داون ترند. 6 دوجي ستار بولش، وهذا الشكل يحدث عندما يكون هناك تردد في الارتفاع،
وأن السهم قابل للارتفاع وبولش، ولكن الشمعة التي تلي هذا الشكل تحدد مسار السهم. فإذا كان خضراء ارتفاعا مؤكدا، وإن كانت حمراء صغيرة فمن الممكن أن يكون هناك ارتفاع الأنماط السبعة الأخرى وهو أنماط البرش. الشموع الفردية التي تتكون من شمعة واحدة. 1- الشمعة الطويلة البيضاء تتميز بالآتي: سعر الافتتاح أقل من سعر الإغلاق، يعني السعر بدأ ثم ازداد حتى أغلق على ارتفاع كبير، تدل على حجم تداول عالي جدا للسهم خلال هذه الفترة، تدل على أن المشترين للسهم تدل على أن المشترين للسهم مسيطرين على التداول، يعني هناك تجميع وشراء بكمية كبيرة للسهم أدى إلى رفع السعر والإغلاق على ارتفاع كبير. وجود رأس عليا للشمعة تمثل أعلى سعر، ورجل تمثل أقل سعر للسهم في هذه الفترة، ولكن الرأس والرجل طول كل منهما ليس كبيرا، دليل على أن السعر لم يعلو كثيرا عن سعر الإغلاق ولم ينزل كثيرا عن سعر الافتتاح، دليل على تداول منتظم للسهم والمشترين مسيطرين على التداول ويدفعوا بالسهم للارتفاع من أول الشمعة إلى آخرها. هذه الشمعة تدل على وجود السوق في حالة بولش صعود، ولكن هذا يحتاج إلى تأكيد بعلامات أخرى مثل ظهور هذه الشمعة بعد هبوط حاد للسهم أو ظهورها عند نقطة دعم للسهم. كل هذا مع بعض يشير إلى قرب صعود السهم، وهذا موضوع آخر. 2- الشمعة الطويلة البيضاء، وهي عكس الشمعة السابقة في كل شيء، يعني سعر الافتتاح أعلى من الإغلاق، يعني انهيار السهم وهبوطه بشدة وإغلاق على انخفاض. البائعين للسهم مسيطرين على التداول، وأدى كثرة البيع إلى انخفاض السعر، تداول السهم منتظم وهناك إصرار من البائعين على تخفيض السعر حتى نهاية التداول لهذه الشمعة. الرأس والرجل القصيرة دليل على أن السعر لم ينزل عن سعر الإغلاق ولم يرتفع عن سعر الافتتاح إلا بنسبة قليلة، هذه الشمعة تدل على وجود السوق في حالة بيرش، ولكن تحتاج إلى علامات أخرى ومساعدة نتكلم عنها بعد ذلك. 3- الشمعة القصيرة تتميز بالآتي: أهم شرط لهذه الشمعة أن يكون جسمها صغير والرأس والرجل متساويان وقصيران، وهذا من أهم شروطها التي تفرقها عن شمعة الدقي التي ستأتي بعد ذلك. جسمها قصير دليل على تداول ضعيف على السهم، وأن المشترين والبائعين لم يستطع أي واحد منهما أن يسيطر على تداول السهم، لذلك السعر لم يتحرك كثيرا. الرأس والرجل قصير لأن السعر لم يهبط أو يرتفع عن الإغلاق والافتتاح كثيرا، ينطبق عليها نفس الكلام الموجود في الشمعة الطويلة، ولكن الفرق الوحيد هو حجم التداول على السهم وعدم قدرة أي واحد في التغلب على الثاني. لذلك الشمعة البيضاء تغلق على ارتفاع بسيط، والشمعة السوداء يغلق السهم على انخفاض بسيط. 4- الشمعة الرابعة تتكون من شكلين: الأولى لونها بيضاء وتسمى همر، والثانية لونها أسود وتسمى هانينج مان همر أو المطرقة. تتميز بالآتي: جسمها قصير لونه أبيض، ورأسها قصيرة ورجلها طويلة بمقدار ضعف الجسم،
وهذه شروطها للتفريق بينها وبين الأشكال الأخرى. من شكلها يتبين الآتي: جسمها قصير أبيض، دليل على أن السعر زاد عن الافتتاح وأغلق على ارتفاع ولكنه ارتفاع بسيط، ورأسها قصير، دليل على أن السعر لم يرتفع كثيرا عن سعر الإغلاق، يعني الهاي للسعر الذي حدث خلال التداول كان قريب جدا من سعر الإغلاق. رجلها طويلة جدا، دليل على أن البائعين سيطروا على التداول في الأول حتى انخفض السعر إلى هذا الحد، ثم سيطر المشترين اشتروا كميات كبيرة حتى رجع السعر إلى سعر الافتتاح مرة أخرى. هذه الشمعة تحدث دائما بعد هبوط للسهم، لذلك تشير كثيرا إلى وجود نقطة دعم وانتظار صعود عكسي للسهم، وهذا الفرق بينها وبين هانينج مان. تميز بالآتي: جسمها قصير، لونه أسود، دليل على أن السعر بدأ عالي ثم انهار وأغلق على انخفاض ولكنه بسيط. الرجل والرأس نفس الكلام الموجود في المطرقة من حيث الأطوال، ولكن التفسير لهم يختلف. هذه الشمعة تبين أن البائعين سيطروا على السهم وباعوا حتى نزل إلى السعر الذي يبينه الرجل، ولكن المشترين عادوا وسيطروا على السهم ورفعوه ولكن لم يستطيعوا الوصول إلى سعر الافتتاح، لذلك تشعر أن البائعين حصل لهم شوية إحباط عكس المطرقة الذين استطاعوا فيها رفع السعر مرة أخرى إلى سعر الافتتاح. لذلك هذه الشمعة تشير إلى قرب حدوث انهيار للسهم، وأنه وصل إلى نقطة مقاومة، ولذلك هي لا تحدث إلا بعد صعود واضح للسهم، وهذا هو الفرق بينها وبين المطرقة. هذا المنحنى بين الفرق بين الهامر والهانينج مان. الشمعة الخامسة وتتكون من شكلين: الأول أسود وتسمى شوتينج ستار، والثانية بيضاء وتسمى انفيرتد هامر، النجم الساقط أو الشهاب شوتينج ستار. يتميز بالآتي: جسم صغير، دليل على تداول ضعيف للسهم، ولون الجسم أسود، دليل على أن السعر هبط عن سعر الافتتاح ولكن هبوط بسيط. لاحظ أن الرأس طويلة جدا، دليل على أن الهاي عالي جدا للسهم، ولكن البائعين استطاعوا السيطرة على التداول وتنزيل السعر من هذا الارتفاع إلى سعر أقل من سعر الافتتاح وهو سعر الإغلاق، وهذا يبين وجود سيطرة رهيبة للبائعين وناويين يتخلصوا من هذا السهم. لذلك هذه الشمعة تحدث غالبا بعد صعود للسهم أو شمعة بيضاء طويلة على حسب الكلام السابق. من تمكن البائعين فإنه دائما يحدث هبوط مفاجئ للسهم بعد هذه الشمعة، تعتبر هذه الشمعة نقطة مقاومة للسهم. المطرقة المقلوبة تتميز بالآتي: جسم صغير، دليل على تداول ضعيف، ولون الجسم أبيض، دليل على أن السعر ارتفع عن الافتتاح ولكن الزيادة ليست كبيرة. الرأس طويل جدا، دليل على أن الهاي للسهم وصل إلى ارتفاع كبير وضغط عليه البائعين لتنزيله، ولكنه قاوم هذا التنزيل واستقر عند سعر إغلاق أعلى من سعر الافتتاح. إذن هذا السهم يرفض الهبوط ومصمم على الصعود، لذلك غالبا يحدث بعده صعود مفاجئ للسهم. شرط حدوث هذه الشمعة بعد هبوط حاد للسهم، وتعتبر هذه الشمعة في هذا المكان نقطة الدعم للسهم. نلاحظ الفرق بين الشكلين: النجم يتكون بعد صعود ملحوظة للسهم، وغالبا عند نقطة مقاومة خاصة بالسهم
يحدث بعده هبوط مفاجئ للسهم، والمطرقة المقلوبة تتكون بعد هبوط ملاحظ للسهم وغالبا عند نقطة دعم للسهم، ويحدث بعدها صعود مفاجئ للسهم. في المرة القادمة نتكلم عن أهم شمعة في الشمعات الفردية وهي دوجي. الشمعة السادسة دوجي. تتميز هذه الشمعة بأن جسمها صغير جدا، قد يكون خط مستقيم، وذلك لأن سعر الافتتاح يكون نفس سعر الإغلاق أو أعلى أو أقل من سعر الإغلاق، ولكن بنسبة صغيرة جدا. تتميز بأن الظلال الخاصة بها تكون طويلة جدا، أضعاف طول الجسم، وهذا ما يفرقها عن الشمعة الصغيرة التي يكون جسمها صغير ولكن ظلالها أقصر من طول جسمها. هذه الظلال الطويلة التي تميز هذه الشمعة تدل على حيرة المتعاملين وعدم قدرة كل من المشترين والبائعين من السيطرة على السهم، لذلك ينتهي التعامل بسعر مساوي لسعر الافتتاح. ترجع أهمية هذه الشمعة في وجود هذه الحيرة في التعامل وهذا الجسم الصغير جدا، لأنها لو أنت مثلا بعد شمعة بيضاء طويلة فهذا دليل على توقف حركة الشراء الكبيرة على هذا السهم، وبداية فترة من الضعف والحيرة تنتهي بحدوث مفاجأة في التعامل، والعكس إذا ظهرت بعد شمعة سوداء ربما يحدث صعود مفاجئ للسهم. تظهر هذه الشمعة بعدة أشكال، من أهمها علامة الجمع زائد أو الصليب والصليب المقلوب، وهذه الأشكال ينطبق عليها التفسير السابق من حيرة المتعاملين وتوقف حركة التعامل، ولكن هناك أشكال أخرى منها دراجون فلاي دوجي. هذه الشمعة تدل على حدوث كمية كبيرة هذه الشمعة تدل على حدوث كمية بيع كبيرة أدت إلى هبوط هذا السهم إلى هذا الحد، ولكن المشترين اشتروا كمية كبيرة من السهم مما أدى إلى عودته مرة أخرى إلى سعر الافتتاح. يعني هذه الشمعة تدل على ضعف التعامل، ولكن المشترين مسيطرين، ولذلك لو ظهرت عند نقطة دعم للسهم معناه صعود مفاجئ، لأن هناك عدد كبير من المشترين مستعدين للتضحية وإنقاذ هذا السهم. هذه الشمعة تدل على حدوث شراء كبير للسهم أدى إلى رفعه إلى هذا الحد الذي يمثل هذه الرأس، ولكن البائعين أعادوه إلى سعر الافتتاح مرة أخرى. يعني هذه الشمعة تدل على ضعف التعامل، ولكن البائعين مسيطرين، لذلك لو ظهرت عند نقطة مقاومة للسهم ننتظر مصيبة سوف تحدث بعد ظهورها. لونج ليجد دوجي. هذه الشمعة لها أرجل طويلة جدا، دليل وجود تذبذب عالي جدا في التعامل واكتئاب المتعاملين مع السهم، لدرجة أن السهم يعود إلى سعر الافتتاح، وتعتبر هذه الشمعة من الأشكال الواضحة جدا للدوجي والتي يطبق عليها التفسيرات السابقة بدون تداخل مع أي شموع أخرى. ولكن هذا الكاندل أفضل طبعا، والأهم هو تعاقب شمعات معينة بشكل معين خلف بعض تعطي فكرة مستقبلية للشارات. متابعة هذا النوع من الشارات سوف تغني عن أشياء كثيرة كثير سوف تغني عن أشياء كثير من المؤشرات. ولا زلت مصر على ما تذكرته بأن هذا النوع مطور وقابل للتطور أيضا بعكس الشارات الأخرى، وأتوقع غدا
السوق أن يعمل هذا الشكل على اليسار أي الهامر. 6. الشمعة السابعة، هذه الشمعة عبارة عن شمعة بيضاء أو سوداء طويلة جدا، ولكن ليس لها رأس أو رجل، يعني ليس لها أي ظلال. ومنها نوعين، شمعة بيضاء أو يدل على أن المشترين ويدل على أن المشترين سيطروا على السهم من أول الافتتاح إلى الإغلاق، ولم يتردد أي واحد منهم في الشراء. والشمعة السوداء يدل على أن البائعين سيطروا على السهم سيطرة كاملة، وهذه الشمعة تظهر فيها المنحنى الخطي العادي على شكل خط مستقيم متجه إلى من نقطة الافتتاح إلى نقطة الإغلاق، وغالبا ما يحدث ذلك عند وصول أخبار قوية عن السهم. فلو كانت هذه الأخبار جيدة ظهرت هذه الشمعة البيضاء المريوز الأبيض، وإذا كانت الأخبار سيئة ظهرت الشمعة السوداء المريوز الأسود. المربز الأبيض وإذا كانت الأخبار سيئة ظهرت الشمعة السوداء المربز الأسود، والتي تظهر على شكل خط مستقيم متجه من الافتتاح إلى أسفل. وهذه كانت آخر شمعة من الشموع الفردية والتي تكلمنا عنها وأسمائهم، كانت كالآتي: الشمعة الطويلة البيضاء، الشمعة الطويلة السوداء، الشمعة القصيرة البيضاء والسوداء، المطرقة والرجل المشنوق، المطرقة المقلوبة والشهاب، الدجي بأنواعها، الشمعة البيضاء والسوداء. وبعد ذلك نتكلم عن الشموع المركبة، وهي التي تتكون من أكثر من شمعة متجاورة مع بعض. وهي الشموع المركبة هي الشموع التي تتكون من أكثر من شمعة متجاورين مع بعض، ومن هذه الشموع البلاعة. سميت هذه الشمعة بهذا الاسم لأن ظهورها يدل على احتمال حدوث صعود للسهم، ولأن من أهم شروطها أن الشمعة الثانية تبتلع الشمعة الأولى وتحتويها، ولذلك سميت البلاعة أو البالعة. تتكون هذه الشمعة كما بالصورة من شمعة سوداء صغيرة، والتي تدل على هبوط سعر السهم عن سعر الافتتاح ووجود كميات بيع كبيرة للسهم. ولا يشترط في هذه الشمعة أن تكون قصيرة جدا أو متوسطة، المهم أنها لا تشبه شمعة الدجي. الشمعة الثانية هي شمعة بيضاء طويلة، وأهم شروطها أن يكون افتتاحها أقل من إغلاق السوداء وإغلاقها أعلى من افتتاح السوداء، يعني أطول منها من الناحيتين، يعني بلعتها. وتفسير هذه الشمعة المركبة أن الشمعة السوداء تدل على تداول ضعيف جدا على السهم وسيطرة البائعين، ثم ظهرت البيضاء التي بدأت بهبوط السهم عن سعر إغلاقه، دليل على كميات إغلاقه أمس، ثم صحح وضعه وعاد لسعر الإغلاق، ثم بدأ في الزيادة حتى وصل إلى ارتفاع أعلى من سعر افتتاح أمس الموجود في هذا الموجود في السوداء. وهذا دليل على كميات شراء كبيرة للسهم، وأن المشترين ناويين يرفعوا هذا السهم في الأيام التالية، لذلك فهي تدل على احتمال كبير للصعود في تداول هذا السهم. طبعا هذا الكلام إذا كان كل شمعة منها تدل على تداول يوم كامل للسهم، يعني زمنها يوم تداول كامل. الظريف أن هذه الشمعة تدل على طريقة معروفة للمضاربة تكلم عنها الحربي وأحمد علي، وهي جاب داون، يعني الشمعة البيضاء بدأت بهبوط ثم عدلت نفسها وعادت إلى سعر الإغلاق. والطريقة تقول لو ارتفع السهم عن سعر الإغلاق.
بعد عودتي من الهبوب بحوالي 10 سنت مثلا اشتري فيه لأنه ناوي يطير. وهذا مثال لهذه الشمعة، شمعة البيرش. هذه الشمعة هي صورة عكسية للشمعة السابقة، وتتكون من واحد الشمعة البيضاء الصغيرة، تليها الشمعة السوداء كبيرة. الشمعة البيضاء تدل على تداول أدى إلى رفع السعر، وأن سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح. 2، الشمعة السوداء الكبيرة دليل على افتتاح أعلى من إغلاق أمس، ثم بدأ السهم ينهار حتى أغلق على سعر أقل من سعر الافتتاح أمس. من الشمعة يظهر أن التداول لأعلى كان صغير، ولكن التداول لأسفل كان كبير جدا، ويمثله الشمعة السوداء. وهذا يبين سيطرة البائعين ونيتهم على تخفيض هذا السهم. كل هذا يعطي توقع بالهبوط الذي سيحدث في الأيام التالية، ولكن هذه الشمعة تحتاج إلى مؤشرات أخرى مساعدة حتى تدل على هذا الهبوط، وإلا أصبحت مجرد نقطة مقاومة للسهم. 3، الشمعة الباردة. المهم أنها تتكون مثل الشمعة السابقة البلاعة من شمعة سوداء ولكنها طويلة، وشمعة بيضاء طويلة أيضا، تفتح أقل من سعر الإغلاق أمس وتقفل بعد منتصف الشمعة السوداء. لذلك الفرق هو أن الشمعتين طويلتان، والبيضاء تغلق بعد منتصف السوداء، وهذا الذي يفرقها عن البلاعة السابقة. هذه الشمعة يجب أن تأتي بعد هبوط للسهم أو عند نقطة دعم للسهم حتى تقول أنها تدل على بداية صعود، ويجب أن يأتي معها مؤشرات أخرى، وإلا تعتبر مجرد نقطة دعم أو تداول عادي. الشمعة المركبة، شمعة الحرامي. هذه الشمعة لم أجد ترجمة لاسمها، ولذلك سميتها الحرامي على نفس نطق الاسم. المهم أنها تتكون من شمعتين، الأولى طويلة والثانية قصيرة، ويفضل أن تكون دقي. ألوان الشمعتين تختلف كل مرة، فقد تظهر الأولى بيضاء والثانية سوداء، أو سوداء وبيضاء، أو بيضاء وبيضاء، أو سوداء وسوداء. المهم أن هذه الألوان المهم أن هذه الألوان لا تدل في الدلالة على شيء معين. هذه الشمعة قد تدل على صعود أو على هبوط حسب المكان الذي توجد به، يعني لو كانت عند نقطة دعم للسهم وبعد هبوط حاد له تقول أنها تدل على الصعود، ولو عند نقطة مقاومة وبعد صعود تقول أنها تدل على هبوط قادم. اللهم عافنا. تفسير هذه الشمعة هو أن الشمعة الأولى الطويلة سواء سوداء أو بيضاء تدل على تداول عالي جدا على السهم، ثم تأتي الشمعة القصيرة بعدها ويفضل أن تكون دقي حتى تدل على حيرة شديدة لدى المتداولين ورغبتهم في تغير هذا الوضع إلى الوضع العكسي. وهذا ما قلته عند تفسير أهمية الدقي. لاحظنا هنا أن الشمعة الطويلة تحتضن الشمعة القصيرة ولا تتركها تخرج عن حدودها، لأن هناك شموع أخرى تأتي بعد ذلك ترمي الشمعة الطويلة بالشمعة القصيرة بعيد عنها. 5، الشمعة المركبة، نجمة الصباح.
تتكون هذه الشمعة من 3 شمعات، الأولى سوداء طويلة والثانية قصيرة سوداء أو بيضاء، وتتكون أسفل إغلاق الشمعة السوداء الأولى. وإذا كانت هذه الشمعة الثانية من نوع دوجي، فإن هذا النموذج يسمى مورنينج دوجي ستار. أما الشمعة الثالثة فهي شمعة بيضاء طويلة، التفسير أن الشمعة السوداء الطويلة الأولى دليل سيطرة البائعين وموجة التخلص من هذا السهم، ثم تأتي الدوجي لتبين أن البائعين راحوا في داهية، ثم تأتي الشمعة البيضاء لتقول اطمئنوا يا شباب، الخير وصل والصباح خرج علينا بنوره، وأن هناك موجة من الشراء للسهم. لذلك هذه الشمعة عند نقط الدعم توحي بالطيران للسهم. أنا ملاحظ أن هذه الشمعة هي الحرامي اللي فاتت، ولكن يزيد عليها أني أنتظر كمان يوم من الارتفاع حتى يطمئن قلبي وأشتري. الشمعة المركبة، شمعة الإجهاض. شمعة المرأة اللي اتخلت عن جنينها حمل غير شرعي، فهي تتكون من 3 شمعات مثل نجمة الصباح بالضبط، لكن الفرق أن الشمعة الصغيرة في الوسط بدأت بعيد جدا عن سعر إغلاق السهم ليوم أمس، وهذا سبب التسمية. التفسير أن الشمعة السوداء الأولى دليل على موجة البيع والسيطرة وسيطرة البائعين، ثم تأتي القصيرة الدوجي وتفتح على هبوط شديد في اليوم التالي دليل على استمرار سيطرة البائعين، ثم تأتي الشمعة البيضاء لتفتح على سعر أعلى من على سعر أعلى من أعلى سعر للسهم في اليوم السابق، وهذا دليل على بداية موجة شراء كبيرة على السهم. لذلك هذه الشمعة اللي رمت ابنها بعيد تعتبر دليل صعود قادم في الأيام التالية. 7، شمعة الغربان الثلاثة والجنود الثلاثة. شمعة الغربان الثلاثة جمع غراب كما بالرسم، تتكون من 3 شمعات سوداء، كل واحدة منهم تفتح بعد سعر إغلاق السابقة لها وتنتهي بسعر منخفض عن الافتتاح، يعني 3 أيام سود من التداول السيء للسهم، ولذلك سموها الغربان الثلاثة. طبعا مجموع هذه الشمعات يعتبر شمعة سوداء طويلة كما في الصورة، ولذلك ينطبق عليها الكلام اللي قلناه على الشمعة السوداء الطويلة. يعني لو ظهر بعدهم دوجي مثلا عند نقطة دعم نتوقع صعود عكسي للسهم أو انهيار شديد للسهم. السهم لو ظهر دوجي أسفل من الإغلاق ثم شمعة بيضاء، كونوا مع بعض شمعة الإجهاض، وهكذا شمعة الجنود الثلاثة 3. تتكون هذه الشمعة من 3 شمعات بيضاء، كل واحدة منهم تفتح أعلى من إغلاق السابقة لها، ولذلك يكون مع بعض كما بالصورة شمعة بيضاء طويلة، ينطبق عليها كل ما يقال عن الشمعة الطويلة البيضاء. 8، شمعة نجم الليل. شمعة نجم الليل الحزين لفيروز تتكون من 3 شمعات
كما في شمعة نجم الصباح، الشمعة الأولى بيضاء طويلة، الثانية سوداء أو بيضاء قصيرة، أو يفضل أن تكون دقي وتفتح بعد إغلاق الأولى، ثم الشمعة الثالثة وهي سوداء طويلة وتفتح أقل من سعر إغلاق الدقي. تفسير هذه الشمعة تكلمنا عنه كثيرا، وهو شمعة بيضاء طويلة تدل على تداول جيد للسهم، ثم دقي يدل على حيرة المتعاملين مع السهم، ولكن ظهور الشمعة السوداء بعد ذلك دليل على سيطرة الهم والقرف على على التعامل، وأحسن حاجة تغلق الجهاز وتروح تتفرج، وذلك لأن رأيي لو تكونت هذه الشمعة بهذه الشمعات الثلاثة فلم يعد هناك شيء ننتظر حدوثه بعد ذلك. طبعا هذه الشمعة تدل على قرب حدوث هبوط للسهم أو السوق كما قال الخواجة في الكتاب. شمعة السحابة القاتمة، هذه الشمعة تعتبر من شموع البيرش، وتتكون من شمعة بيضاء طويلة تدل على تداول عالي للسهم في هذا اليوم، ثم تأتي بعدها شمعة سوداء طويلة شرط أن تفتح أعلى من سعر إغلاق أمس، ثم تنهار حتى تغلق بعد منتصف الشمعة البيضاء. يعني شروطها أن تكون الشمعة السوداء طويلة حتى تدل على تصميم البائعين على البيع، وأن تغلق بعد منتصف الشمعة البيضاء. مش فاهم ليه، ولكن الخواجة قال ذلك هذه الشمعة تدل على قرب حدوث هبوط، ولكنها تحتاج إلى شمعة أخرى بعدها حتى تؤكد ذلك، أو أي مؤشر آخر مثل حدوثها عند نقطة مقاومة للسهم. ملخص عام للشموع، تقريبا شرحنا معظم الشموع المهمة، سواء النماذج الفردية التي تتكون من شمعة واحدة، أو النماذج المركبة التي تتكون من أكثر من شمعة، وكما قلنا أن معظم هذه الشموع تحتاج إلى مؤشرات أخرى معها حتى تؤكد حدوث البيرش أو البولش للسهم أو السوق، وإذا حدثت لحالها فهي مجرد نقاط دعم أو مقاومة للسهم، شرط أن يحدث ذلك قريب من نقاط معروفة للسهم، وإلا تعتبر مجرد تداول عادي. شمعات نقاط الدعم، الشمعة البلاعة، الحرامي الصاعد، الدقي المطرقة، شمعات الصعود العكسي البولش. بولش انجولفينج، بولش هامر، انفيرتد هامر، مورنينج ستار، بولش اباندون بيبي هامر، بيرسينج بيرين. شمعات بيبي، شمعات الهبوط العكسي البيرش، بيرش اباندون بيبي، بيرش انجولفينج، بيرش هرامي، دارك كلاود كفر، ايفنينج ستار، شوتينج ستار. كان هذا تقريبا اخر شرح في الشموع اليابانية، وطبعا هذه الدروس تحتمل الترجمة الخطأ وتحتمل الفهم والتطبيق الخاطئ مني، وعلى الاخوة ان يتحروا الصواب في ذلك، ويحاولوا تطبيق هذه الشمعات على مجموعة من الاسهم خلال المضاربة الوهمية، ومعرفة احسن الطرق للاستفادة منها. ولي طلب صغير من إخواني، إذا وجدوا أي فائدة من هذه الدروس أن يدعوا لي بظهر الغيب، مجرد دعوة تنفعني يوم القيامة وجزاكم الله خيرا. تعليق من أحد كتاب المنتدى، الموضوع بجد دسم فعلا وبحاجة لوقت كبير وممارسة على استخدام هذه الشارات هذا الشارت وتدرب لمدة طويلة، وهذا الموضوع يوميا أنا أراجعه وأعتبره مرجع ومن الدرر التي كتبت في هذا المنتدى، لأنه مزيج أو خلاصة تحليل
الفني، وأعجز عن الشكر وأعجز عن الشكر للأخ المصري. وعن هذا الموضوع، موضوع شمعة البلاعة، وهي أيضا تعني التطويق من طوق يطوق، أي أن الشمعة الثانية تكون مطوقة أو مبتلعة كما ذكر الأخ المصري للشمعة التي قبلها، أي أن الهاي أعلى من الهاي قبله، أو اللو أقل من اللو اللي قبله للشمعة السابقة. وكذلك الافتتاح والإقفال، أي أنها فعلا مطوقة للتي قبله. وبشكل عام بشكل عام أو بالعتها بالكامل، البلش عندما يفتح السهم أقل من إقفال السهم لما قبله، أو الشمعة التي قبلها، أو أقل من أقل سعر لأمس، ويقفل السهم على سعر أعلى من أعلى سعر لأمس، أو الشمعة التي قبلها. وهنا تجد الشمعة السابقة قد ابتلعت تماما. أما البيرش، وهو أن يفتح السهم على سعر أعلى من سعر أمس، أو الشمعة التي قبلها، ويقفل أقل من أقل لأمس، وهذا يعني بأن الشمعة ابتلعت الشمعة التي قبلها، والإقفال يكون أقل من سعر لأمس. وهذا النوع من الأسهم أو هذا النوع من الشمعات تجدها دائما في الأسهم التي تعمل كاب أب أو كاب داون، ويعطي فكرة عن الكاب أب الجزئي أو الكاب أب الكلي، وكذلك الكاب داون الكلي والجزئي. الموضوع كما ذكرت مهم للغاية، والممارسة لهذا النوع من خلال استخدام الشارت للشموع تعطي خبرة وتدريب على هذا النوع الهام من الشارتات. هذه بعض الأمثلة للشموع. مزايا استخدام الشموع اليابانية: نوضح الرؤية بالنسبة للاتجاه اليومي، وذلك من خلال اللون الخاص بكل يوم. أداة جيدة عند استخدامها على المدى القصير. أداة جيدة لتحديد توقيتات انعكاس حركة الأسهم. تم بحمده ومنه، سائل الله لكم التوفيق والرفعة في الدنيا والآخرة. أبو معاذ التميمي.